بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang berbahagia ini bisa bertemu kembali dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi. Insyaallah pada pertemuan hari Isnin yang berbahagia ini kita akan sama-sama latihan untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar, dengan irama yang mudah untuk diikuti, agar kita nanti insyaallah bulan suci Ramadan bisa membaca dengan fasih dan benar. Nah, sebelumnya bagi jemaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, para pecinta Al-Qur'an, para pecinta kalamullah. Baik, sekarang bagi jemaah yang ingin fasih membaca Al-Qur'an, kita menyediakan PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan kita mengenal setiap makharijul huruf. Misalnya cara membaca qaf bagaimana, cara membaca kaf bagaimana, cara membaca dhad bagaimana, cara membaca dha bagaimana, cara membedakannya di mana, ya. Jadi semua masalah ada di dalam buku tahsin ini ataupun PDF buku tahsin ini. Nanti yang membutuhkan silakan WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Ini kita bagikan dengan cara gratis kepada jamaah yang membutuhkan. Baik, sekarang mari sama-sama kita simak bacaan kita untuk latihan membaca Al-Qur'an di surah Al-Qasas juz ke-20, tepatnya di halaman 395 ayat ke-78. Kita awali bacaan kita dari ta'awudz. Kita simak bersama dan kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن
لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى
الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Nah, alhamdulillah, ini sudah selesai untuk surah Al-Qasas, ya. Sudah selesai surah Al-Qasas. Nah, bagi jamaah, sekarang kita lanjutkan bacaan surah Al-Ankabut. Sebelumnya, bagi jamaah yang ingin donasi, yang ingin infak untuk pondok pesantren Darul Munawwarah Al-Qur'ani, sekarang kita lagi membutuhkan lemari buat para penghafal Qur'an. Nah, ini ada nomor rekeningnya dan hubungi nanti nomor tertera untuk mengonfirmasi infaknya. Baik, kita lanjut sekarang ke surah Al-Ankabut, ya. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء
تحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم قالهم ولا يسألن يوم القيامة ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من
قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إن مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في دنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئن إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم ما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكون لهذه القرية إن أهل
لها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستكبرين تبصرين. وقارون وفرعون وهامان
ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini sudah selesai kita bacakan juz 20 ya. Insyaallah besok kita akan memasuki juz ke-21 ya. Ini sisa waktu mungkin hanya berapa? Tanggal 23 Ramadan ini tambah 3 tinggal waktu sekitar 25 hari lagi lah ya. Ini 25 hari lagi harus selesai 10 juz ya, kita usahakan insyaallah ya. Kalau nanti sudah di rumah, kalau di rumah insyaallah, apalagi nanti ada teman, ada sahabat yang ahli Quran ke rumah ya. Taib, saya rasa untuk pertemuan hari ini, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan akbaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.